بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. في هذه الليلة المباركة ليلة يفرق فيها بين الحق والباطل، وفي هذه الليلة تقدر فيها حياتك وتقدر فيها كل المصير الذي أنت عليه في السنة القادمة. في هذه الليلة تتنزل الروح والملائكة فيها، وقد سئل الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، قال تنزل فيها الملائكة والكتبة في السماء الدنيا فيكتبون ما كان في السنة من أمره وما يصيب العباد، والأمر عنده موقوف له، فيه المشيئة، فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن طالما أن هذه الليلة مصيرية إلى هذا الحد الذي يكتب لك فيها كل شيء، يمكن أن يكون قد كتب الله لك أن تتعرض للأذى في السنة القادمة، ولكن نتيجة إحيائك لهذه الليلة المباركة يمحو الله هذا الشيء عنك. ألا يستأهل ذلك أن تدعو الله عز وجل مخلصا في هذه الليلة كي تصل إلى رضوانه، وكي تمحى عنك سيئاتك، وقد يمحى عنك مصير كنت ستتلقاه؟ ألا يستحق منك أن تقوم بهكذا بإحياء هذه الليلة في كل لحظاتها وفي كل تفاصيلها؟ أليس مهما أن يقدر لك في هذه الليلة من الرزق ما لم يكن مكتوبا في الأساس لك؟ وهو أيضا من الأمور التي يثبتها الله عز وجل عنده في أم الكتاب. وأيضا إن الله عز وجل يكتب لك في هذه الليلة من الأعمال الحسنة ما يكون مضاعفا بما يساوي 1000 شهر من العمل. فلذلك عليك أن تغتنم الفرصة، ولذلك عليك أن تقوم بكل هذه الواجبات. عن إمام الصادق عليه السلام أنه في ليلة 19 من شهر رمضان يلتقي الجمعان. قلت ما معنى يلتقي الجمعان؟ قال يجمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. إذن في هذه الليلة هناك مصير سيقرر، في هذه الليلة حياتك المستقبلية تقرر، وبالتالي فإنه من أجل أن يبقى 364 يوما أنت في سلام وعافية عليك أن تجتهد في هذه الليلة للقيام بالواجبات التي يجب عليك أن تقوم بها، بالاستغفار، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالدعاء بالمأثور والدعاء مما يفيض به قلبك وما تشعر به. لذلك عليك أن تنتبه إلى هذه الأمور بشكل واضح، والحمد لله رب العالمين.